هنا حي الرأس الأحمر في مخيم عين الحلوي، حيث تحصن بلال العرقوب ومجموعته في هذا المنزل قبل مقتله بعملية أمنية. أضرار جزئية لحقت بالمنازل وحرائق طالت بعضها الآخر، كما تضررت شبكتي المياه والكهرباء. الحياة عادت إلى طبيعتها والهدوء سيد الموقف. كانت الصحوة كبيرة جدا والرد كان بالمستوى المطلوب، لذلك إذا بتمرم بالمخيم بتلاقي ارتياح كبير جدا جدا، ارتياح غير مسبوق لأبناء شعبنا. وإن شاء الله أنا بأكد لك كذلك إنه الحراك حيأخذ زخم أكبر بالأيام المقبلة الآتية للمطالبة بكافة حقوقنا، مش بس بحق العمل، لأنه إحنا كفلسطينيين موجودين داخل النسيج اللبناني، إحنا عنصر أساسي. هاي بشهادة كافة المسؤولين اللبنانيين إنه إحنا من بصلب الدائرة الاقتصادية اللبنانية، لذلك نطالب بحقوقنا ومصرين على المطالبة بحقوقنا لإنجازها. من ينتقد هذه العملية بتصفية هذه الحالة، هذه حالة إرهابية، وكان تنسيق بيننا وبين الجيش اللبناني بشكل دؤوب وتواصل دقيق لإنهاء هذه العملية وإنهاء هذه الحالة اللي كانت بتشكل خطر على المخيم وعلى الجوار. سكان الحي عادوا إلى بيوتهم بعد استتباب الأمن، وبدأت الاجتماعات والمشاورات لعودة المظاهرات المنددة بقرار وزير العمل اللبناني إلى الشارع. أنا بيتي مقابل بيت بلال العرقوب، ويوم صارت المعركة زدت أول قذيفة كنت قاعدة هون، قمت مصطت أنا وابن خيي من هون بين الزواريب، بس بعثوا على الجلوبات أنه ترجع حي راس الأحمر وعرب زبيت لحتى رجعت على الأمان. هاي الناس مأجورة، استأجروها لحتى تفرط هذا الحراك وتأثر على وضع المخيم وعلى وحدة الشعب الفلسطيني، وكل ما عم بيعملوا شيء لحتى يفرقنا عم نرجع سبحان الله يعني نتوحد أكثر وأكثر. يذكر أن اثنين من أبناء بلال العرقوب سلموا إلى الجيش اللبناني، ويجري البحث عن الثالث المتواري عن الأنظار داخل المخيم. نجح مخيم عين الحلوي في وأد فتنة كادت أن تتسبب بتدهور أمني كبير وتحرف الأنظار عن مطالب الفلسطينيين بالعيش بكرامة، لكن الساحة لن تهدأ وستشهد على تحركات واسعة خلال الأيام المقبلة. من مخيم عين الحلوي، حنان عيسى، الغد.